بين تزايد أعداد النفوس والاكتظاظ السكاني والهجرات شبه الجماعية فضلاً عن الأوضاع الإدارية المرتبكة، نتيجة حتمية تؤدي إلى تخطيط المدن وتوسيعها عمرانياً لكي تتناسب ليس فقط مع ما ذكرنا بل مع زيادة وسائل التنقل والمنشآت الصناعية أيضاً. في هذه الحلقة من أربيل سنكتشف الإيجابيات في التوسع العمراني الذي يشهده أقليم كردستان العراق منذ ما يقارب 10 سنوات الماضية، وأيضاً السلبيات التي رافقت هذا الزحف العمراني، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء والبيئة وتكوينات المجتمع الريفي. شيء جميل أن ترى الإعمار تتوسع في المكان الذي تعيش فيه، وخاصة في مجال الإسكان، فيما إذا استفاد منها سكان المدينة وخاصة الفقراء منهم. القطاع الصحي اللي هو اللي يمثل الزراعة والمناطق الخضراء، أتمنى بأنه تكثر أكثر بموازاة القطاع العماري. في كل مرة أزور فيها أربيل أتفاجأ ببنايات وشوارع حديثة بتصاميم عصرية وجميلة حقاً. هو الخضار وين ما تروح يفتح القلب، بس من تجي على مكان ما بيها خضار يعني نفسياً أنت ما ترتاح. منذ أن أقر برلمان إقليم كردستان العراق قانون الاستثمار في 15 من شهر تموز عام 2006، وهو يشهد طفرة ملحوظة في مجال التوسع العمراني وتخطيط المدن، لأنه شمل العديد من الجوانب الاستثمارية كالسكن والصناعة والسياحة والزراعة، ولكن التركيز هنا انصب على مشاريع بناء الوحدات السكنية العمودية أكثر من غيرها، نظراً للطلب المتزايد عليها بسبب تزايد أعداد السكان من المواليد والوافدين إلى الإقليم، وخاصة العاصمة أربيل من باقي المحافظات العراقية. نقدر نقول إنه 70% مشروع عمودي، يعني 70 أو 80%، عندك 20%، يعني من 10 مشاريع عندك مشروعين إذا أفقي فلل، الباقي كله العمودي وشقق. قانون الاستثمار في إقليم كردستان منح المستثمرين المحليين والأجانب العديد من التسهيلات المغرية لتشجيع رؤوس الأموال التي دائماً ما توصف بالجبانة على دخول هذا المجال لكسب أرباح مضمونة وتطوير واقع المدن الكبيرة على وجه الخصوص. من تلك التسهيلات معاملة المستثمر الأجنبي على قدم المساواة مع نظيره المحلي، زائداً الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلاً عن تمليك الأراضي والتسهيلات في الاستيراد والحوالات المالية، الأمر الذي شجع عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب لبناء وحدات سكنية بمواصفات مختلفة. اللي هسه احنا نشوف التوسع في المدن فقط شفنا في السكن، وهاي المسألة كلش خطرة، والأراضي الزراعية اللي يستعملونها قبل يعني سووا مبطلة، يعني ليس لديها خير من جانب الفلاحين. أنا أتذكر أنه ب 2006 أتى إلي مستثمر قال أنه البنايات أكثر من عدد السكان موجود في الأربيل، يعني كيف اليوم 2021 بعد 15 سنة تقريبا، بعد 14 سنة نرى أنه كل يوم في تطور أكثر. يمكن اعتبار مدينة أربيل عاصمة الإقليم خير مثال هنا على توسع المدن عمرانياً، وذلك نظراً لوضعها الإداري الذي يحتم عليها استيعاب القنصليات والمنظمات الأجنبية والوافدين إليها من الأطراف والمحافظات الأخرى بسبب فرص العمل المتاحة فيها، ناهيك عن السكان المحليين للمدينة والذين تتزايد أعدادهم بنسبة كبيرة سنوياً، ما أدى إلى توسع المدينة في السنوات العشرة الأخيرة بصورة مخيفة وملفتة للانتباه، إذ وصلت أطرافها إلى مناطق كانت سابقاً منفصلة عنها إدارياً ولكنها انضمت إليها ودخلت ضمن التركيبة الإدارية للمدينة وليس المحافظة. لكل مدينة تصميم أساسي يجب أن لا يتجاوز أو لا يتجاوز على هذا التصميم البيئي، لأن المدينة لا تتوسع بشكل عشوائي،
ولذلك نرى بأن الكثير من مدن العراق ومدن أقليم كردستان تحولت إلى مدن مركزية، بمعنى أن الناس نتيجة للخدمات المتوفرة في مراكز المدن يسكنون في مراكز المدن، وبالتالي يهمل أو تهمل الأراضي البينية. هل أربيل مضررة على هاي المسألة؟ القرى اللي قريبة على سسمة على مركز المدينة ما موجودة هسه، وقلنا القبل مثل كاس خزان. أي نعم، قلنا هذا واجب الحكومة توزيع السكان بين المدن والأرياف، ولهذا المسألة مسألة جيوسياسية ما يكون على في قطاعات الاقتصادية الاجتماعية ما مسويه هيجي. التوسع العمراني في أربيل أخذ شكل حلقات كبيرة تحيط بكل أحياء المدينة، ومركز تلك الدائرة يكون قلعة أربيل الأثرية الدائرية الشكل. فتم مد طرق سريعة كطريق 120 متر الذي يمتد على مسافة 38 كيلومتر، وطريق 150 متر الذي هو حالياً قيد الإنشاء، بالإضافة إلى شارع 100 متر الذي اتسعت رقعته بعد عام 2006. وبين تلك الطرق الدائرية بنيت الكثير من المجمعات السكنية والمؤسسات التجارية إلى جانب مطار أربيل الدولي الذي يشغل مساحة تقارب 20 كيلومترا مربع، ويقع بين شارعي 100 و120. حتى الدول المجاورة يفكرون في إنشاء عواصم إدارية أخرى. إيران تفكر في عاصمة إدارية غير طهران، كوريا الجنوبية تفكر في عاصمة إدارية غير سيول، مصر الآن بدأت تنشئ عاصمة إدارية غير القاهرة، وهذا يعني بأن أصبح العيش في المدن صعبة إن لم تكن مستحيلة. لتقليل الزخم العمراني على المدن الكبيرة تعمل هيئة الضرائب في إقليم كردستان وفق خطة من شأنها تشجيع المستثمرين على تنفيذ المشاريع في الأقضية والنواحي، خاصة وأن الضرائب المفروضة على العقارات فيها أقل بكثير، وذلك بهدف تنشيط الحركة العمرانية والاستثمارية هناك. لكن هذا يتطلب أن تعمل الحكومة وفق سياسة محددة لتوزيع السكان بين المدن والقرى وتشييد دوائر ومؤسسات حكومية خدمية وتعليمية في الأقضية والنواحي لتشجيع المواطنين على السكن فيها. في عام 1965 62 من سكان الأقليم كانوا يسكنون في القرى والأرياف، و 38% يسكنون في المدن. الآن بحسب الإحصاءات الرسمية 80% من سكان الأقليم يسكنون في المدن و 20% يسكنون في الأرياف. حسب الشقلاوة أكو مشاريع، أني اللي أعتقد 2-3-4 عندك مشاريع سكنية يعني في موجود، وكل مدينة يكبر يوم ورا يوم، بس مو بالمشروع. الحكومة يوزع الأراضي وهم يبنون نفسهم يبنون البناية. الضرائب اللي يفرض من المدن الكبيرة أكبر من الأقضية والنواحي. هاي المسألة اعتبرنا من الضرائب على هاي المسألة، لأن هذا تجزيع مال واحد يبني فد عمارة من فد أقضية. هم يعني لازم يكون بها بناية، دكاكين، هاي الأسواق. المواكبة بين التوسع العمراني وحماية البيئة هو أمر في غاية الأهمية نظراً لارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض، ولكن ما هي الآلية المعتمدة في إقليم كردستان لتحقيق ذلك؟ أم أن المصالح التجارية تطغى أحياناً على الضروريات؟ الزحف العمراني في إقليم كردستان وخاصة محافظة أربيل أصبح موضع انتقادات المختصين في مجال التخطيط العمراني، وذلك باعتباره تجاوزاً على الكثير من الأراضي الزراعية والمناطق الصناعية.
وقلص المساحات الخضراء التي تشتهر بها كردستان، وبالتالي خلق مشاكل بيئية لم تكن في الحسبان، فضلاً عن المياه الجوفية التي انخفضت مناسيبها إلى النصف تقريباً، لأن أغلب المناطق الحديثة تعتمد على الآبار الارتوازية لإيصال المياه إلى وحداتها السكنية. حتى لو قمنا بزرع مساحات كثيرة بالأشجار، فإن النسبة الثانية أكسيد الكربون الخارجة من وسائط النقل كثيرة في أقليم كردستان العراق، والتي وصل عددها إلى 1,839,000 مركبة بكل أنواعها لغاية نهاية عام 2020، وبالتالي نحتاج إلى تكنولوجيا حديثة للقضاء على غازات العادم. طبعا هذا صحيح أنه من يكبر مدينة يستملك الأراضي، ولهذه الأراضي أراضي طبعا زراعية أو صخرية أو بستان، يعني هذا شيء طبيعي. في الأول يجب التوسع أربيل يسوي على منطقة تارين، هاي المنطقة مو منطقة زراعية، ولكن اللي سواها يعني في تخطيط التوسع المدن يمكن اللي مسويها أني على اعتقادي هو مغلوط على هاي المسألة، لأن أراضي الزراعية لا يجوز نسوونها في السكن، والهاي التوسع مو هي مسألة على العريضة. ولكن رغم ذلك دوائر البلدية وهيئة الاستثمار في محافظات الإقليم تفرض على أصحاب المشاريع السكنية والتجارية بتوفير ما نسبته 25% من مساحة المشروع للمساحات الخضراء، وذلك لتعويض البيئة والحد من الأعاصير ومواجهة التصحر في محاولة لتقليل الأضرار التي يلحقها التوسع العمراني بالبيئة. والسؤال هنا، هل تلتزم شركات الإعمار بتلك الجزئية؟ وهل يمكن لربع المساحة الأصلية من الأراضي التعويض عن تلك المساحات المتضررة؟ هذه المشاريع تمر عبر هيئة الاستثمار أولاً، ثانياً عبر وزارة البلديات، ثالثاً عبر وزارة الزراعة، رابعاً عبر البيئة. ونحن فاتحنا هيئة الاستثمار، يجب أن تكون المسألة بالعكس، لا تكون البيئة في نهاية المطاف، لأن تعليمات رقم 1 لسنة 2013 هي تعليمات بيئية، بمعنى في نهاية المطاف نحن نرفض مشروع معين، وصاحب المشروع قد أنفق عليها الكثير من الأموال، وهذه ربما من التناقضات، وبالتالي قلنا لهم البيئة أولا من خلال تعليماته يقوم بكشف الموقع، ومن خلال المحددات البيئية تقول بقبول أو رفض هذه المشاريع. حتى في حالة عدم وجود معايير بيئية في مشروع من المشاريع التي أصبحت قائمة بحكم الواقع وأصبح واقع الحال، نحن لدينا حل آخر، أو بمعنى حل إضافي، وهي عبارة نسميه تعويض المساحات الخضراء. نجبر صاحب المشروع الذي يقول أنني لم أتمكن من 25% للمساحة الخضراء، ننسق مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة البلديات، نقول لصاحب المشروع أن يذهب إلى أحد تلك الوزارات وأن يوجد لهم تلك الوزارات مساحات غير مزروعة لكي يقوم صاحب المشروع بزرعها تعويضاً عن مشروعه الذي لم تكتمل بنسبة 25%. يؤكد مستثمرون أن أقليم كردستان يشهد نمواً في الاستثمار لعدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني وانتعاش الاقتصاد، وهو ما يجعل الإقليم مرغوباً في امتلاك السكن به، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعروض في المساكن، وبالتالي الحاجة إلى بناء مشاريع سكنية مع ازدياد السكان في الإقليم وخاصة الأجانب جراء اضطراب الأوضاع الأمنية في دول مجاورة وتردي الوضع الأمني في محافظات العراق الأخرى. أي مشروع تذهب إليه، عندك مثلاً مشروع كواترو، عندك 1400 وحدة سكنية شقق، اليوم تروح تستأجر إيجار شقة واحدة لحد أكثر من 3 أو 4 أيام ما تلقي شقة واحدة، يعني في طلب أكثر كل يوم، كثير الطلب فيه.
بعد فاصل قصير سنعود وإياكم مشاهدينا الأكارم إلى حلقتنا هذه لنكتشف الجوانب السلبية التي خلفها التوسع العمراني على المدايات الطويلة والقصيرة في المدن والأرياف هنا. السليمانية يحتاج إلى شارع 100 متر، لا يحتاج إلى 120 ولا يحتاج إلى 150 على 10 سنوات القادمة. مشروع 100 متر أو أوتوبان بابان، والذي يتم تنفيذه من قبل مجموعة شركات قيوان في مدينة السليمانية، من المفترض أنه سيقوم بتحويل المدينة إلى مركز مهم من الناحيتين التجارية والمعمارية. ولكن السؤال هنا، ما الذي سيغير هذا المشروع من خارطة مدينة تحيطها سلاسل جبلية من جميع أجزائها؟ ولماذا تأخر هذا المشروع عن موعده المقرر؟ على الرغم من التلكؤ في إنشاء المشاريع الاستثمارية بمدينة السليمانية خلال السنوات الماضية لجملة من الأسباب، منها سياسية واقتصادية أدت إلى تأجيل تنفيذ أكبر مشروع خدمي في المدينة، وهو الشارع 100 متر المعروف بأوتوبان بابان لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن التساؤلات تثار عن جدوى هكذا مشروع من الناحية الاقتصادية وكيفية تحويل أملاك خاصة إلى حكومية، بالإضافة إلى تغيير جنس عشرات الأراضي الزراعية إلى سكنية وتجارية مستقبلاً. وهذا المشروع ستقوم بتغيير وتطوير واقع حال المدينة من المرحلة إلى مرحلة أخرى من النواحي العديدة، ونقلها من مرحلة إلى مرحلة المتقدمة للتطوير المدن. أما النواحي فهي توسعة التخطيط العمراني في المدينة، توفير فرص العمل للآلاف من شباب المدينة، توفير فرص لتشغيل آلات والمعدات الموجودة بداخل المدينة، تسهيل وصول من نقطة إلى الأخرى، وتؤهل آلاف من الأراضي المحيطة بالمشروع، والخلق الاستثمار العديدة بهذا المدينة. المشروع يخدم المناطق قرداخ أو المناطق الحدودية أو منطقة دربندخان. في وقت الحاضر يعملون أو في القسم الجنوبي في هذه المنطقة. المشاريع الاستثمارية الكبيرة في إقليم كردستان كان في السابق تحال إلى شركات أجنبية في مقدمتها شركات تركية وإيرانية، ولكن بعد عام 2014 وبسبب الأزمة الاقتصادية التي مر بها الإقليم وانسحاب أبرز تلك الشركات، حلت محلها شركات قطاع خاص محلية من إقليم كردستان حصرا كمشروع أوتوبان بابان في السليمانية. من أهم المقياس اللي تستخدم لتقييم مدى نجاح الحكومات إلا وهي مدى مشاركة والدعم القطاع الخاص ويا الحكومة، خصوصا للمشاريع الخدمية. لهذا السبب احنا قررنا الدخول لهذا المشروع كجزء من مسؤولية الوطنية تجاه البلد. المشروع هو طريق حولي يمتد لمسافة 146 كيلومتر، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، إذ سيقوم بتحويل مدينة السليمانية إلى مركز اقتصادي مهم، وسيعمل أيضا على زيادة رقعة المشاريع العمرانية، بالإضافة إلى تشييد الأراضي المحيطة به كمشاريع سكنية وصناعية، وهو ما يعمل على توسيع مساحة المدينة. الطريق 33 كيلومتر، العرض مالتها 200 متر، عرض الطريق 100 متر، ويا المحرمات يصير 200 متر. الطريق بها جسور واندرباسات وتحويلات. المشروع يتنفذ على أعلى المعايير،
خط سريع يعتبر، السرعة بها 120 كيلومتر الديزاين سبيد مالتها، كلفة المشروع 400 مليار دينار، مدة المشروع 3 سنوات. احنا بدينا بالمشروع بشهر 7/2020، هسه بعد مرور 9 أشهر نفذنا بحدود 20%. الشغل مستمر، هواي فقرات بها نفذنا، كان بها اكو شوية توقف يعني بالنسبة للشتاء والمطر والأجواء والظروف المناخية، بس هسه ورا يعني شهر 3 يعني من صارت الجو مهيئة للشغل بدينا بالشغل من جديد، أكثر من 600 مكائن تشتغل بالمشروع. الزحف العمراني عادة يكون على حساب الأراضي الزراعية، وخاصة إن لم يخضع لدراسات وأبحاث من قبل متخصصين في هذا المجال. فماذا بخصوص هذا التوسع الهائل في إقليم كردستان؟ وهل نتائجه تبشر بالخير؟ وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي تشتهر كردستان بها؟ يعتبر مسؤولون محليون أن هجرة المواطنين من القرى إلى المدن في السنوات الأخيرة هي أحد أبرز أسباب الزحف العمراني داخل المدن، لكنهم يرون أن في هذا التوسع ضرراً يلحق بالقطاع الزراعي، وهو ما يخلق حالة من التناسب العكسي، إذ أن نسبة السكان في المدن تزداد والإنتاج الزراعي يقل بكل تأكيد. زويكي زور زور إزجار زور. في محافظة السليمانية وحدها تحولت حوالي 5000 دونم من الأراضي الزراعية الخصبة إلى مشاريع سكنية، وبدأت المناطق الزراعية بين مدينة السليمانية والأقضية التابعة لها تتقلص، بينما تحول الحزام الأخضر الذي تشتهر به السليمانية إلى عمارات ومجمعات سكنية. الجمعيات والنقابات والمنظمات الفلاحية وحدت مطالبها بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم الاعتماد على الثروة النفطية والغازية، خاصة وأن الأراضي في الإقليم مناسبة لزراعة أنواع المحاصيل التي تؤمن الغذاء للمواطنين، لأن الزحف العمراني عليها بهذه الطريقة المخيفة وغير المدروسة سيخلق مشاكل في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين مستقبلاً. يعني ما بدوب يا حساب كي. نحن ننظر إلى مسألة التوسع العمراني من منطلق حاجة الناس إلى السكن، وهذا وارد حتى في البلدان المتقدمة كأمريكا مثلاً، ولكن يجب مراعاة الأمن الغذائي للمواطن. فإذا حصل كل هذه التجاوزات على الأراضي الزراعية خلال 10 سنوات الماضية، فكيف سيكون مصير ما تبقى منها في المستقبل؟ لذا نحن طالبنا الحكومة بإيقاف الزحف على الأراضي الخصبة وإيجاد البديل. الأراضي الزراعية تحول إلى عندما يتحول إلى مشاريع استراتيجي يتحول عن طريق القانون، عن طريق الإطفاء، يعوض صاحب الأراضي الزراعية حسب القانون الموجود. محصلة هذه الحلقة تبين أن توسع المدن في إقليم كردستان كان يبدو متسارعا في السنوات الأخيرة، لكن ذلك جاء على حساب المساحات الزراعية والخضراء التي تقلصت بشكل خطير، علاوة على الإضرار بالتنوع المجتمعي والتوزيع السكاني وفرص العمل والمواصلات. ولكن من ناحية أخرى، قد يكون للتوسع العمراني في إقليم كردستان تأثيرات إيجابية ستتضح مع مرور الزمن، مثل إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وتوفير فرص عمل للشباب وإنعاش الفرص الاستثمارية في كافة المدن الكردستانية، والذي بدوره سينقل الإقليم إلى مراحل متطورة وكبيرة. إلى اللقاء.